وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا زينب، فقرة كتير مهمة ويمكن كل الصبايا بيستنوها، وخاصة الفقرة الجمالية والمنتجات الطبيعية. رح نتعرف عليها اليوم، رح نتعرف على طريقة العناية بالشعر والبشرة خلال فصل الصيف خلال مستحضرات طبيعية. رح تعرفنا عليها كالعادة ضيفتنا المميزة أريج علي، كيميائية وحرفية مختصة بصناعة الصابون. يسعد صباحك أريج. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير أريج. صباح الخيرات. يعني كلنا هلا عم نعاني من شيء من تحرق من الشمس، وشي بتكون بشرتنا جافة، وكل واحد عم يعاني من بشرة شكل. خلينا نحكي من أهم المغذيات، هو صابون الغار. أكيد مو بس صابون الغار، كل أنواع الصابون طبيعية مفيدة، بس نحن بفصل الصيف كتير الشمس، هلا معروف الشمس قديش هي مفيدة، بس أكيد بالفترة الصباحية فقط لا غير، اللي هي ماكسيموم للساعة 9 بأثناء فترة الصيف. بعدين بعد 9 بتصير الشمس حار، يعني حادة على البشرة، وبتسحب كل الرطوبة من البشرة وبتصير بتسبب لنا حروق وجفاف وتجاعيد مبكرة. فنحن لازم كتير نحرص انه ما نتعرض للشمس، حتى لو كنا حاطين واقي شمسي لا نتعرض على الشمس الا اذا كنا كتير مضطرين، وكمان نغطي وجهنا بطاقية او بشمسية نحملها بايدنا. اساسا الشمسية اسمها شمسية مو مشان المطر، مشان الشمس. فبليز ندير بالنا اذا كنا بدنا نمشي نكون مغطيين وجهنا من الشمس الحارقة، واكيد نكون حاطين واقي شمسي. مو ضروري يكون الواقي الشمسي 100 SPF، بكفي ال 30 SPF، لانه انت ما رح تقعدي تمشي 10 ساعات بالشمس. ال 100 SPF هي اللي بتحميكي، ماني كثير متاكده من المعلومه، بس بتحمي ساعات طويله. اما اذا كنتي انت عندك مثلا مشوار نص ساعه بالشمس، بكفيكي انك تحطي SPF 15 او 30. ما نكتر كثير عيار ال SPF لانه هيك بنخنق البشره، وهذا شيء ما انه كثير منيح. واكيد اذا بدنا ننزل على المسبح او على البحر، نحاول دائما نغسل شعرنا بمي حلوه. لما بنغسل شعرنا بمي حلوه المسام تبع الشعر بتمتص المي الحلوه، ويحبذ كمان انه نحط على اطراف الشعر مثلا كريم او زيت جوز هند على اطراف الشعر قبل النزله على المسبح. قبل النزله على المسبح حتى يعني لو كان الشعر مصبوغ، نبلل مي شعرنا بعد ما نبلل المي نحط شوي على اطراف الشعر من زيت الجوز الهند او كريم تريتمنت مثل كريم الكرياتين. بعدين نلف شعرنا وننزل على المسبح، هيك الشعر خلص ما بيتكسر، شرب المي الحلوه، ما بيعود بيشرب مية الكلور او حتى مية الملح، بيكون الشعر مرطب قبل ما ينزل ويتعرض لاشعه الشمس. كثير باكد على هي المعلومه انه ما تنزلي على المسبح بشعر جاف، اوكي؟ هاد جوز هند، زيت جوز الهند العضوي. هذا لشو بيفيد كمان؟ بينحط اكيد بس على اطراف الشعر، وبينحط على الجسم، ما بينحط على الوجه. على الجسم كشو؟ على الجسم كات يعني يعني يستخدم كمرطب، لا يستخدم ك يعني. فينا نحط منه؟ اكيد فيك تحطي منه. مثل الفازلين، فيه فازلين؟ لا هذا زيت جوز هند نظامي، بس انا بحطه بالبراد. اوكي. فبيطلع هيك مثل الزبده. تمام. هذا زيت جوز الهند ما بينحط على الوجه. في كثير صبايا بتفكر انه هي لازم تحطه على وجهها لحتى ترطب وجهها، لا هو بيسكر مسام الوجه، هو بس بينحط على اطراف الشعر وعلى الجسم كلوشن. تمام. حتى هلا كثير دارج اللوشن الصلب اللي هو مصنوع من زبده الشيا وزبده الكاكاو، وفيه زيت جوز هند، زيت اللوز الحلو، شمع العسل، بتمسكه الصبيه وبترطب بشرتها فيه. بس اكيد بهالشوبات على طول لازم يضل بالبراد. اكيد هو الترند هلا اللوشن صلب، كثير بيعالج السلوليت لانه زبده الشيا. ليكي كيف بس بيلمع وشو بيعطي؟ بيعالج السلوليت، بيعطي ترطيب. ما بقى يطلع لك شعر تحت الجلد، لانه ليش بتطلع الشعره تحت الجلد؟ بتيجي الشعره اللي تطلع بتلاقي الجلد نجاف وناشف، ما بتحسن تشق الجلد وتطلع، فبتعمل التفاف وبتلتف تحت الجلد بتعمل حبوب. لهيك نحن دائما لازم نرطب الجلد خصوصي فتره الصيف، ونشرب كثير مي، وناخذ الفواكه اللي فيها كثير مي مثل البطيخ، سواء بطيخ احمر او اصفر، لحتى دائما نمد البشره بالترطيب الكافي لها. وكمان في تريتمنت رائع هو التقشير الجاف، هاد حتى قبل ما تتعرضي على الشمس اذا بدك لون برونزاج يطلع حلو لجسمك، يفضل انك تكوني عامله مقشره جسمك بهيك برش قبل البرونزاج. قبل ليه؟ لانه هيك بتشيلي كل الجلد الميت قبل السلالي مشان يلقط. تمام. اول شيء بتشيلي جلد الميت بيلقط اللون، ثاني شيء ما بتطلع عندك انه جهه غير جهه، بتوحد اللون كله. اذا عملتي تقشير جاف، هي البراش بنعمل فيها تقشير جاف، بيعكس الجاذبيه الارضيه،
لحتى نحفز التروية الدموية من الرجلين للرأس يعني. وإذا على هي بشكل دائري؟ طبعاً إيه بشكل دائري هيك. يعني دائري بس لفوق لفوق على طول. دائماً نحن لما بنكبر بالعمر يعني حتى اللي بيحللوا الاناتومي تبع الوجه بيقولوا لك انه المثلث تبع الوجه هو عباره عن مثلث. لما بنكون بسن يافع بيكون هذا المثلث القاعده تبعه هون لانه الكراسي حاملته والراس كراسي الخدود حاملته والراس المثلث هون. لما بنكبر بالعمر بينعكس هذا المثلث وبصير راس المثلث هون والقاعده هون، فبتصير انه ترهولاتنا باتجاه الجاذبيه الارضيه بتنزل، خدودنا بتسلط، تجاعيدنا بتسلط، فعلى طول لازم اي تريتمنت بنعمله يكون عكس الجاذبيه الارضيه مشان يرفع. تمام، مشان يرفع الخدود. حتى لما بتغسلي وجهك غسلي وجهك لفوق، نشفي وجهك لفوق، اي كريم بتحطيه حطيه لفوق، ما تستخدمي ما تنزلي وجهك، ما تكوني عنيفه مع بشرتك، على طول لازم بعكس الجاذبيه الارضيه. نعم. حتى مع الجسم نفس المعامله. نعم، خبرينا كمان اريج عن مشان نلحق كل المنتجات نحكي عنها لانه حابين نستفيد اليوم، فخبرينا كمان شو جايبتي لنا قصص. هلا جايبه صابون الغار، عندك وحده بامكانك تسميها صابون الغار. احسن شيء كثير اللي بيقولوا انه صابون الغار بينشف لي شعري. ايه انا كثير بنشف لي شعري. صابون الغار الموجود بالاسواق التجاريه هو اكيد بينشف الشعر لانه ما هو معمول بيورلي 100% من زيوت طبيعيه اللي هو زيت الغار وزيت الزيتون. هذا الصابون المعمول على الطريقه البارده بدون اي اضافات عطريه، مو مطبوخ على الساخن، بالعكس هو كثير بيقوي جذر الشعره وبيرطب الشعره وما بينبد الشعر. كل الانواع الالوان الشعر تمام أريش. حتى الشعر المصبوغ. يعني هذا السؤال اللي عم تساله زينب ونحن عم نحكي عن الزيوت والخلطات الكيميائيه ايضا والطبيعيه، يعني دائما الشعر الاشقر بيقولوا لك لا، الشعر الاسود هلا انا ما عندي مشكلة. الشعر المصبوغ الشعر المصبوغ لا، الشعر الغير مصبوغ هلا ليش الشعر الاشقر؟ لانه الشعر الاشقر معالج اكثر، فبفكروا انه لازم نحن نعمل له ترطيب اكثر اعتقادا منهم انه هذا الصابون بينشف الشعر. هذا الصابون ما بينشف الشعر اذا كان معمول على الطريقه البارده. هي يعني اجود انواع الصوابين للعالم اللي بتعملها، بقول على طول هذا الشيء لانه هذا الصابون ما نو افكتيف تجاريا، يعني ما نو مجدي اقتصاديا لانه عن جد تكلفته عاليه، بس للي بيعملوه وكثير له فوائد للجسم. هو اصل الصابون لما اخترعوا الصابون اخترعوه على الطريقه البارده، ما اخترعوه انه يضيفوا له مواد رغويه مثل السلفات والبيتاين والمواد الرغويه الكيميائيه الرخيصه المضره اللي اخترعوها بالصين وبلشوا هلا يعملوها لحتى انه يزيدوا فعاليه الرغوه، اعتقادا انه الصبيه اذا شافت رغوه كثير بتفكر انه هذا شيء منيح، لا هذا كله مواد رغويه ما أنا منيحة. نعم. كمان هذا الصابون يحتوي على القشور تبع الجوز، قشر الجوز الأخضر بالإضافة لقشر الجوز اللي هو الخشبي. لما بينضاف على الصابون بيعمل سكراب بجنن للجسم، يعني ما بيعود أبدا بيكون عند الصبية جلد ميت. وحتى هذا بيحتوي على الملح البحري، إضافة الملح البحري لأي صابون أولا بتزيد من صلابة الصابون وبيطول عمره، ثانيا بيقولوا لك كثير منيح لطاقه الانسان انه يتحمم بالملح. صح. بيوقيه من العين وبيوقيه من كثير شغلات، يعني بتعدل طاقات الجسم لما الانسان بيتحمم بشيء فيه ملح، فهي ممتازه حتى لتبييض الكوع والركب والاماكن الحساسه، ممتازه هي الصابونه لاحتوائها على كثير خلاصات عشبيه. ولما بدك تنزلي على البحر او المسبح هلا هذا ناطرينه نحن، بنصح باستخدام واقي شمسي اكثر من استخدام زيت، لانه اغلب الزيوت الموجوده حتى لو كانت يعني براند ويا لطيف، الزيوت الموجوده مع اشعه الشمس مثل كانك عم تحطي زيت عم تقلي جسمك تحت اشعه الشمس. في كثير صبايا عم يجوا لعندي عم يكون عندهم حروق وفقاعات صايره، يعني حروق درجه ثانيه وثالثه من وراء تعرضهم لاشعه الشمس، ويكونوا قبل دهنين شو دهنين زيت. انك تحطي زيت على بشرتك وتتعرضي، يعني مفروض تتعرضي فتره قليله مو فتره كثير طويله وانت حاطه زيت. بفضل انا انه نحط كريم واقي شمسي اكثر من استخدام زيت، لانه هي الفقاعات اللي بتكون بتصبغ بدالها كلياتها نمش اسود. كثير بنشوف صبايا على كتافهم بقع مثل الكلف او النمش الاسود، هي نتيجه انه تعرضوا لحروق وفقاعات، هي الفقاعات نهايتها اكيد بتتحول لتصبغات مدى الحياه ما عاد بتروح.
فاكيد انا بنصح انه الصبيه تستخدم واقي شمسي وتاخذ اللون على مهلها، لا تستعجل من اول جلسه تانينج بدها تاخذ اللون اللي بدها اياه. بالاضافه اكيد لاستخدام الزيت على اطراف الشعر، زيت الجوز الهند بينحط على اطراف الشعر، او بالاضافه انه على فروه الراس نستخدم القريس مثل يعني الماء المقطر من القريس واكليل الجبل والميرميه والتشيكليس، هدول الاعشاب ممتازه اذا انحطت على فروه الراس كثير بتطول الشعر وبتكثفه وبتوقف تساقطه وبيبين الاسبوع الاول. انا مع استخدام الزيوت على اطراف الشعر، لهيك عملت مستحضر اللي هو المخمريه هاد، يعني هو بيقولوا عنه مستحضر خليجي بس هو موجود، عباره عن زيت سمسم، زبده شيا، بينحط على اطراف الشعر. هو احسن من الجوز الهند؟ احسن لانه فيه زيت الجنيل القمح، زيت السمسم، زبده الشيا، زبده المانجو، فيه كثير زيوت، فيه زيت الارغان، زيت الجوجوبا، بالاضافه لريحه بس عطرية. بدون مواد حافظه؟ اكيد بدون مواد حافظه، هذا ما بيحتوي لا على له رائحه حلوه، يعني احيانا بنحس انه كيف بنحط على الشعر؟ طبعا كثير روايح صيفيه بجنن، بنحط على شعر مبلل بعد الحمام كميه قليله قد 3 نقط سيروم زيتي، وبنحط على اطراف الشعر، بيعطر بيعطر الشعر من الحمام للحمام، وبيعالج التقصف، ما بقى تضطري تقصي شعرك. ومو بس هيك، يعني عن جد الريحه الحلوه اللي فيه بتغنيكي انك تحطي عطر. وانا مع استخدام المخمريه الصلبه هي لانها خاليه من الزيوت السيليكونيه. اي هير ميست عطر للشعر بيكون سائل، بيكون غالبا بيحتوي على الايزوبروبيل ميرستات، هي ماده بتلعب بهرمونات الصبايا، بالاضافه اكيد بيحتوي على الزيوت السيليكونيه الرخيصه اللي هي هلا البراندات العالميه صارت على طول تمشي ورا الاشياء اللي خاليه من السيليكون، لانه السيليكون هو ماده شمعيه بتلتصق على الشعر بتثقل الشعره، الشعره يعني تتعب البصل اللي هي العضله اللي ماسكه الشعره، بتتعب الشعره بتتقل فبتهر، ما بتعود البصله قدرانه انها تتحمل الشعره الثقيله اللي عليها الاف الطبقات من السيليكون. طب هذا السيروم هو منيح للي شعره بهر؟ هذا لا، فروه الراس ممتاز للعالم اللي شعره بهر، صدقوني متوفر، انه روحوا اسالوا وين في الماء المقطر من اكليل الجبل، الميرميه، القريس فظيع لمحاربه حرران الشعر، بالاضافه للتشيكليس اللي هو الوايلد مينت اللي هو النعنع البري، هدول الاربع اعشاب ممتازه لايقاف تساقط الشعر اذا استخدمناهم بشكل الماء المقطر تبعهم. اكيد انا مع استخدام المستخلصات المائيه على جذور الشعر والزيت على اطراف الشعر، كثير بكرر هذا الشيء. نعم يا قريش، يعني ما بنشبع من حديثك ومعلوماتك، ويمكن الكل بحاجه هيك معلومات جماليه، خاصه نحن بفصل الصيف وكثير شوب مرق كم يوم، كثير شوب فعلا في مشاكل بالشعر والبشره. الحلقات القادمة رح نسألك أكثر عن معلومات تانية. شكرا لكل المعلومات اللي أعطيتيناها لليوم. شكرا لك. أهلين فيكم. شكرا كثير لك أريج، أسعد صباحك ونهارك حلو.